أهلا بحضراتكم مرة أخرى، وكنا قد توقفنا قبل الفاصل عند سؤال الأستاذة مجدة التي كانت تسأل هل للزوجة الحق في أن تعالج على نفقة زوجها المقتدر؟ فضيلة الإمام أدعوه لكي يكمل هذه الإجابة. فضيلة، ذكرت أنه عند القاضي يجوز واجب. حضرتك لو رحنا لحضرة القاضي هيحكم بأن الست اللي عندها فلوس زوجها ما يدفعش العلاج بتاعها. تمام، ده عند حضرة القاضي. ده عند القاضي هو ما يدفعش. أنا بقول في الحياة ده ما ينفعش، ما ينفعش الحدوتة دي. ليه؟ اللي مكتوب في الفقه ده عند حضرة القاضي. الست دي ربت لي ولادي، الست دي أشرفت على البيت، طبيخ وغسيل ومكوى ونظافة وكذا إلى آخره، كله ده هي مش مكلفة بيه. أدفع بقى الغرم بالغرم، دي القاعدة الأساسية. ما يجيليش واحد بقى يبص في الكتاب ويقول لي كلام صحيح موجود في الكتاب ويجي مطبقه فيختل الميزان. أنا عايز الميزان ما يختلش. اللي في الكتاب برضو موجود إن الست دي ما عليهاش أي حاجة. لو جينا وقلنا للستات المسلمين أنتوا ما عليكوش إنكم تقودوا البيت، ده أنتوا تبقي نقومة الضحى. ايه نقومة الضحى دي؟ يعني تصحيلي الساعة 12 واحدة وانت بتتمطعي كده، وفي انت بس زينة البيت بس. دي الناس الستات نفسها تتضايق. ده شرعا يا مولانا؟ ده شرعا ان هي ما عليهاش الخدمة دي كلها. نعم. طب الستات من قلوبهم وربنا سبحانه وتعالى حط الحنية في قلوبهم انهم بيعملوا الحاجات دي كلها، ولا بيسألوا الرجالة فلوس ولا عملوا حاجة، وجت مرضت وما عالجهاش الظلم ده.